احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الراهنة، نظم الحزب الشيوعي ومجموعة من الهيئات الشبابية والنقابية تجمعا أمام مصرف لبنان في الحمرة، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى إعادة تصحيح الأجور وإيجاد فرص عمل للشباب، كما رددوا الهتافات الداعية إلى التغطية الصحية الشاملة والضمان الاجتماعي وحماية الليرة. الاعتصام الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة لم يخلو من إشكالات بدأت عندما حاول بعض الشبان قطع الطريق فمنعتهم القوى الأمنية. بدهم يسكروا يضيقوا علينا يحصرونا بمطرحه، ونحن ما بنقبل هيك، نحن بدنا نوصل، نحن بدنا نوصل صوتنا. أنا رئيس الاتحاد الوطني للنقابات، هذا الاعتداء مش مقبول، إذا كانت هذه السلطة هيك بدها تتعامل مع أولادها ومع عهود الشباب هذا مرفوض. كما ألقت القوى الأمنية القبض على عدد من الشبان، لكن ما لبثت أن أخلت سبيلهم بعد نصف ساعة.